الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم على سورة قاف إن شاء الله وورداها، مثل سورة ياسين 7 مرات، و21 مرة كذلك، و14 مرة. ولكن هذه الأعداد صعب المداومة عليها، 7 مرات. إذا قرأتها لمدة 7 أيام 7 مرات، ووراءها وراء 7 مرات، يعني وراء 7 أيام، لما تكمل 7 أيام تبدأ تقرأها مرة واحدة في الصباح ومرة واحدة في الليل، تستمر تمرتها عليك إن شاء الله. منها التغلب على الوسواس القهري نهائيا، والوسوسة والشهوات، وتجعل لك قبول بين الناس، تفتح البصيرة. سورة قاف نافعة لتلك الناس التي احتارت في أمرها، يعني أنت أو أنت تذهبين عند الراقي وتفعل الأوراد وأي شيء ولا ترى نتائج، فعليك بسورة قاف. عليك بسورة قاف، واجتهد في الاستغفار. ليس فقط تقرأ سورة قاف ولا تستغفر ولا تصلي، لا، يجب أن تكون تصلي بإذن الله وتقرأ سورة قاف وتكتم الاستغفار كي تتفاعل معك. فسورة قاف تبعد لك الأعداء وتلجم القارين، وتبع ذلك الوسوسة، وتجعلك القبول والهيبة، وتجلب الرزق كذلك مجرد سورة قاف وفتح البصيرة. من يرى نفسه في الظلمات في المنام، يرى فقط الظلمات والحيوانات ويرى نفسه من تحت الأرض، فعليه بسورة قاف كي تفتح بصيرته إن شاء الله، وتنقله من مكان إلى مكان آخر في المنام. وكذلك تلك الناس التي عليهم هجمات في المنام، يروا أشياء بشعة في المنام، فعليهم بسورة قاف. تقرأ 7 مرات لمدة 7 أيام، ووراء لما تكمل 7 أيام تبدأ تقرأ مرة في الصباح ومرة في الليل يومين، وسترى نتائج عظيمة في حياتك. خصوصا الأعداء، كثرة الأعداء، فعليك بسورة قاف إذا كانت عندك كثرة الأعداء. الشخص الذي يدخل في العمل، أي عمل يدخله يجد أعداء يحاربونه في أي مكان، الأعداء يحارب، عليك بسورة قاف. وإذا لم تستطع أن تقرأ 7 مرات فواظب عليها يوميا، مرة في الصباح ومرة في الليل، سترى نتائجها إن شاء الله، تبدأ تتفاعل معكم. اختصاصية بالأعداء والقارين والرزق والقبول والهيبة إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا